تقولي لي عليه فتانو فتانو. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك تتعالى أصوات الفرح من المنازل الجزائرية معلنة بذلك عملية الختان، عادة جزائرية محضة متوارثة منذ القدم. الأطفال هنا كلهم بلباس موحد، لباس تقليدي أبيض وفوق رؤوسهم طرابيش حمراء، كذلك أحذية البابوش ذات اللون الذهبي، ينتظرون دورهم للخوض في عملية الختان. فهمنا كامل لافامي بابات وتعليمات ودي سيدينا هذا رمضان نختنوه، لقد كنا حين نختنوه العملية الجاز كان شوية يماه وكان معيانا. هذا العام كتب ربي نختنوه وكتر خير، يعني اللي راهم واقفين ومازالهم مازال الخير في بلادنا، مازال يقوموا بهذا لاسوساسيون هذه تاع يطهروا الدراري ويفرحوهم، فرحوا والديهم. الختانة انا فرحت لي خرج الولد، انا الاولو قل فرحوا يا تجار، فرحوا يا الضيور، فرحوا يا الويدان، ذي الكيفان وذي الارض نتاعنا والبحورات، الله يبارك تفتي الجزائر الحره. الحمد لله اجواء رائعه، كي تشوفي دخلنا ولدنا الاسلام ما شاء الله، الحمد لله رانا فرحانين. هذا عندي ولد واحد اناني فرحان به، وش نقول لك بالبركه وكل شيء مبروك وصافي بليزير. كيما احنا مسلمين ندخلوا ولادنا الاسلام، وكيما تختنا احنا تختنوا والدينا تختنوا ولادنا، وهذه يا سنت الحياه. عمليه جراحيه بسيطه يقوم بها وفد من الاطباء والممرضين، لا تكلف من الوقت سوى دقائق، تكون مصحوبة ببكاء وصراخ، إلا أن السعادة تكون بادية على وجوه كل الحضور وتعم على كل بيت تتم فيه عملية الطهارة كما تسمى في مجتمعاتنا. اليوم فرحة كبيرة، اللي راهم لافامي كامل في الدار يحضروا يوجدوا، وأنا رحت للقصبة شريت له واش يلزم، التباق والمرش والطاسة تاع النحاس والحويجات والبرنوص العوايد والتقاليد. اليوم راح نديروا سهرة في الدار، عشاء وسهرة وزرناجية انا وليدي كنت حابه نختلو ديجا ملي كان صغير، وبعد بابا يقول لي خليه حتى رمضان، بعد رمضان يجيب نهار نهار يجيب نهار حتى اليوم باش كتب المكتوب، دارتنا في هذه الجمعيه وعاونتنا ورانا ختلنا له. احكي لنا دوكا هو وليدك هو راه دخل البلاك ودوكا هو لقاو يبكي صوته لحق لهنايا راضني بزاف، باسكو ديجا عندي وليدي الاول ختنت له، شغل هذا شغل بروشا ما بزاف يتلاصق فيا بزاف، ايه لاصق فيا بزاف. اويد نتاعنا الله يبارك ندخل حجر الرسول، نخرج في الدين اللي كفار ندخل الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا لا لا، اما سادك اللي دار الخير يصيب الخير. تختلف الاراء حول العمر المناسب لاجراء عمليه الختان لدى الاطفال، فهناك من الاولياء من يسارع في ختان ابنه في سن لا يتجاوز الاسبوع من عمره، إلا أن البعض الآخر يفضل العكس. دابري واش شفت اليوم هنايا دي كامبو كاين لي ختنوا دو موا ان موا، صراولهم دي كومبليكاسيون باسكو سي بوتي ما شافوش مليح كيتات ما فيريفياوش. انا مون افي ختنوهم شويه كبار خير، علاه اون فوا ميو لونفون بو يقدر يهضر يعبر على واش راه يحس، كي يكون صغير بالك ما تحسيلوش بالك ما تديبون والدين تاني. بون هي من افضل بيبي صح باش ما يحس، ودوكا تاني حاجه منيحه يشفى شويه تقعد له ليه معاك يكونوا صور جميله. هي بريفيرونس صغير خير، ها على ما يخليك تخدم صغير، ما يبكيش كيما هكا كبير، ما يتحركش بزاف هكا كبير، لازم لك صحه. الختانة عند الأطفال الصغار مثلا الأسبوع تكون أسهل من الختانة عند الكبار 4 سنين. لماذا؟ لأن 3 سنوات أو 4 سنوات الطفل يكون يعي ماذا نفعل له، وبالتالي ممكن أن تشكل عقدة نفسية عند الطفل، ويجب أن يعني ننتبه إلى هذا الموضوع، لأنه موضوع غير يعني غير سهل بالنسبة للطفل. الطفل ممكن أن يتشكل عنده مرض أو عقدة نفسية، وبالتالي نحن ليس مجبرون على أن نختن الطفل في سن متأخر، يعني يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع.
عملية الختان لها فوائد عدة من الجانب الصحي، فهي تقي من عدة أمراض خطيرة. كذلك هي دلالة تتعلق باكتمال الذكورة دينياً واجتماعياً. الختان يجب أن يكون دكتور مختص في المسالك البولية، أو جراح طبعاً في المسالك البولية، أو جراح عام، أو جراح للأطفال. هذول الثلاثة الذين يستطيعون ختان الأطفال. أما بالنسبة للبقية، يعني طبيب عام أو حتى ممرض، ممنوع منعاً باتاً، وممنوع أيضاً في العيادات الخاصة. إذن الختان يكون في مشفى مختص، مشفى اختصاصي، ويكون تحت مراقبة أطباء الأنعاش لكي تتم العملية بسهولة. فوائد، أول شيء فائدة الطهارة، يعني الطفل يتطهر، يكون طهر من ناحية الطهارة. ثانيا يمنع، بالنسبة للختان يمنع الالتهابات الموضعية، يمنع الأمراض الجنسية عند الأطفال، يمنع، يقي من الوقاية من السرطان القضيب، والوقاية أيضا من أمراض السيدة إلى آخره، يعني حتى الأمراض الجنسية. إذن هذه كلها تعتبر من فوائد الختان. هكذا إذن داب المجتمع الجزائري على جعل هذا الشهر فرصة للأعمال الدينية، حتى تجتمع العائلة الواحدة للحفاظ على روابط صلة الرحم من خلال هذه المناسبات.